السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضرتكم أحمد إسماعيل من أنوار رسالة المهندسين، وهنتكلم النهاردة عن لينكد إن. بداية أنا إن شاء الله ممكن أتواصل مع حضرتكم، كل الأكونت بتاعتي ممكن في أي وقت حضرتك تتواصلوا معايا. رحيم، لينكد ان نوت فيسبوك. ليه انا اخترت العنوان كده؟ عشان احنا يعني معظم الناس مننا بتضيع وقت كتير جدا في الفيسبوك. اي نعم، بيبقى سوشيال، بيبقى حد اجتماعي، الناس بتتكلم عليه في كل التفاصيل، بس مفيش اي افادة منه مباشرة او مباشرة. لينكد ان زي الفيسبوك، في الاول الناس مش واخدة عليه، فهتكون كرهاه، مش حباه قوي، لكن مع الاستمرار شوية وشوية وشوية هتلاقي اني خلاص انت بقيت مدمن لينكد ان اكتر من فيسبوك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكل رب يزدني علما. برحب بكم جميعا. مبدئيا انا مين؟ انا احمد اسماعيل، شغال مهندس شبكات في شركة ITSC، مدرب نتورك في RTC، مدرب نتورك ويب ادمنستريتور في عطاء، واونلاين هيد ات انوار رسالة. ده اسمي وده رقم التليفون، الايميلات بتاعتي، الاكونت بتاعي على الفيسبوك، الشانل بتاعتي على اليوتيوب، لينكد ان. البرزنتيشن دي ان شاء الله هرفعها على الايفنت، بحيث اي حد عايز يتواصل معايا بخصوص لينكد ان او بخصوص اي حاجه تاني في اي وقت ان شاء الله ممكن اتواصل معايا. يلا نبدا. بص، انا مش عايز الصوره تبقى كده خالص، انا عايز الناس تكون متفاعله، عايز اسئله، عايز حد يجرب حاجه مثلا النهارده وبكره يشوف الحاجه دي اشتغلت ولا لا. ايه لينكد ان بقى؟ زي ما كنت بقول لكم في الاول، لينكد ان ده حاجه زي الفيسبوك، سوشيال، بس سوشيال فيها استفاده، مش زي الفيسبوك جاست ان الناس كلها بتعمل بوستات وكده وبتتكلم عن حاجات حصلت لها في حياتها وكده. لينكد ان زي الفيسبوك بس مختلف عنه في كام حاجه. كام حاجه، ان هو بروفيشنال اكتر بكتير من الفيسبوك. معظم الكلام او كل الكلام ما ينفعش حد يكتب فيه عربي خالص، حتى الصور، حتى التعليقات، حتى الضحك، حتى الرسائل اللي بتبعتها لحد، الانفيتيشن، اي حاجه انت بتعملها بتكون بالانجلش. في معظم الناس الاتش ار، الشركات حاليا بتدور على لينكد ان. لينكد ان اكبر موقع توظيف على مستوى العالم، غير ان هو توظيف انت بتستفاد. يعني انت مثلا، انا مثلا كمهندس اتصالات، فانا بنضم للجروب او بتابع جروب فيما يخص هندسه الاتصالات على مستوى العالم كله، فبعرف بقى كل الناس وصلت لايه، اطلب من حد كتاب، ابعت لحد كتاب، بستفيد تكنيكال، يعني بستفيد تكنيكال من كل النواحي، غير ان انا ممكن استفيد طبعا شغل، وده الاساس وده اللي كل الناس بتشتغل عليه. ليه بقى لينكد ان بالنسبه لي؟ بالنسبه لي انا من 5 سنين مثلا كنت عملت اكونت على لينكد ان، كان ساعتها ضفت تقريبا 3، وبعد كده قفلت خلاص الاكونت بتاعي، ما بقتش اخش. يعني مش قصه ان انا قفلته، يعني حسيت ان هو ممل وحاجه، بس كنت سامع ان انت عايز تشتغل وعايز تخش على لينكد ان. عملته، لقيت 3، ضفت 3 تقريبا، كل شويه بقى على رأي واحد صاحبي كان بيقول لي امبارح، من بقول له لينكد ان وكده وده ويب سايت حلو ومش عارف ايه، فبيقول لي كل شويه يبعت لي ده جات له وظيفه جديده، ده جات له مش عارف ايه، ده بقى له سنه في الشغل. انا مالي امال الحاجات دي؟ هو من فيها كذا حاجه غلط. هو قصه ان انت تبقى حد سوشيال وبتهني الناس دي ان انت تدخل السوق على حد حتى لو ما تعرفوش قوي. يعني لينكد ان انت بتضيف ناس، مش لازم يكون صاحبك، مش لازم، ممكن يكون بس متشابه معاك في المجال بتاعك. فانت بتدخل السوق عليه، لما يلاقي ان حتى ما يعرفوش بيقول له مبروك او كده، الناس بيحس ان هو مبسوط. غير كده انت ممكن لو احتجت وظيفه بعد كده، احتجت استفسار، احتجت اسئله، ممكن من ده من البيزنس وايز. ليه انتوا بقى تاخدوه؟ زي ما قلت لكم، تستفادوا كتكنيكال، كانجليش، كاصدقاء، كمعارف، ولما هتحبوا لينكد ان خلاص هيبقى بالنسبه لكم زي الفيسبوك. يعني انا كنت زمان كان الفيسبوك بالنسبه لي 8 ساعات، لينكد ان مثلا 10 دقايق، لا حاليا لينكد ان مثلا ساعه، ساعه ونص، الفيسبوك ساعه ماكسيم. تعالوا نبدا بلينكد ان. بنخش على ويب سايت لينكد ان ازاي؟ عندنا انترنت كونكشن طبعا، بنخش بنكتب www كتاب عربي www.linkedin.com، ندوس انتر. اه
او ده الويب سايت شكل الويب سايت زي الفيسبوك بالظبط، بس ده مور بروفيشنال. ده لو انت عامل اكونت اصلا، بتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد وبتكتب ساين ان وكده بتخش على اللينكد ان. لو انت بقى اول مره عايزين ايه، هنبدا من الاول خالص. احنا عندنا ان شاء الله الحلقات مفتوحه، ولو حد عنده اي سؤال او جرب حاجه وما عرفش يوصل لها ممكن نشتغل حلقه على الموضوع ده. فبالنسبه لحد بقى ما عملش اللي هو ده الاصل فيها، ان واحد لسه عايزينه يبدا من الصفر، لسه هيعمل اكونت على لينكد ان، فبيكتب الفيرست نيم اسمه، بيكتب اسم الاب، بيكتب ايميل. ايميل بقى ايا كان بقى، على الياهو، على الهوت ميل، على الجيميل، اي ايميل يكون عنده موجود، بحيث ان لينكد ان زي الفيسبوك بالظبط بيبعت ميل ان تيست ان ده الميل ده حقيقي، حاجه بتثبت ان الايميل ده بتاعك، بتعمل ان انت بتكونفيرم وبتكتب الباسورد. باسورد بتختار باسورد من 6 كاركتر، يعني من 6 حروف او 6 ارقام، وبتعمل جوين ناو. تعالى نبدا مش من اول ما الواحد هيعمل اكونت على لينكدين، لا ده واحد ما عندوش ميل مثلا. يعني كنت بقول لناس كتير مثلا يخش في جروب مثلا على الياهو، حلو، يقول اصلا انا نسيت الايميل بتاع الياهو. طب انت عامل الفيسبوك ازاي؟ يقول اصلا انا عملته زمان وبخش على الفيس دلوقتي بس، لكن ما بخش على الايميل ياهو. طب ما تعمل، لا ده صعب. طيب في ميل تاني على مثلا جيميل او الهوت ميل، الموبايل الاندرويد اللي انت عندك، عمل اكونت على الهوت ميل، يقول لك لا انا عملته اول لما اشتريت الموبايل ونسيته. طيب تعالى نبدا نعمل ايميل اصلا على الياهو. هنكتب www.yahoo.com. انا عايز اسال سؤال بس في الاول، هو الصوت واضح وكويس ولا ايه؟ اخبار الصوت ايه، كويس ولا ايه؟ هنقول مثلا يبدو ان السكوت عن رضا. هنقول مثلا ان الصوت كويس. نكمل نعمل ايميل على الياهو. ده فتح لي ياهو مكتوب، ده زي مدونه من مدونات بتاعت زمان. فانا هعمل ايميل جديد، فهخش اكتب البريد، ادوس على البريد، ده برضه نفس القصه. لو عندي ايميل قبل كده بكتب وبكتب الباسورد وبدوس ساين ان. ما عنديش ايميل فيها وكريت نيو اكونت، هدوس اعمل كريت نيو اكونت. لحظات بيحمل اهو، خلاص تمام فتح. فتح لي ان انا اعمل ريجستريشن بالعربي، وانا مثلا لو عايز مثلا انجلش، سوري، مكتوب بالعربي، نعمل كليك ونختار انجلش. فين انجلش؟ اهو مكتوب انجلش. بنخش على الميل، بعمل كريت نيو اكونت، لحظات معايا بيحمل. اهو تمام. هنكتب الفيرست نيم مثلا، نكتب ايه مثلا، مثلا احمد اسماعيل، احمد اسماعيل. تعالى نكتبها مثلا بحروف تانية غير اللي انا متعود عليها، مثلا اسماعيل.
اسماعيل. بس انا اول لما هكليك هنا هيجيب لي شوية حاجات ريكومنديشن. عشان اسف، ايوه اهو تمام. فبص مثلا اسماعيل احمد 661، اسماعيل ايه 778. ليش معنى اختار دول؟ عشان مثلا احمد اسماعيل ده كذا حد عامل ريجستريشن بالميل ده، فما ينفعش يدي اتنين شخصين نفس الايميل، فهم دول الحاجات المتوفره. فانا مثلا هختار اسماعيل احمد 616. الباسورد هكتب الباسورد دي شو باسورد، لو عايز اوري اظهر الباسورد وانا بكتبه. مثلا هكتب مثلا باسورد مثلا 7 8 12 6 5 جي مثلا. طب خلينا عشان نفتكره مثلا خليها 9 8 7 6 5 4 3 2 1 موبايل. هنكتب مثلا رقم موبايل، هنختار ان احنا مثلا الدولة دي هنا عامل علامة امريكا يونايتد ستيت، فاحنا هنختار ايجيبت. نكتب ايه مثلا وتظهر ايجيبت على طول اللي هي +20. نكتب رقم موبايل مثلا، رقم موبايل مثلا 0 مثلا 100 180 7 9 7 3. لازم هختار ان انا مثلا ميل، بس لازم قبل ما اختار ميل هكتب الحملة البيانات دي البيرث دي بتاعي قد ايه. مثلا هختار 10 مثلا، هختار الشهر مثلا ابريل، اليير مثلا 96 مثلا، اختار ان انا ميل. ده اوبشنال لو انت عايز تكتب رقم تاني. وايه فايدة الرقم؟ ان انت مثلا الميل ده نسيت مثلا باسورد ولا حاجة، بيبعت لك كونفيرميشن رسالة على الموبايل بتاعك، فانت زيادة سكيورتي لو الرقم ده مثلا حصل له حاجة فانت بتكتب رقم تاني. نعمل كرييت اكونت، قال لي ان الباسورد بتاعك ضعيف، عايزين باسورد يكون سترونج. هو بيختار ايه الباسورد؟ بيختار على اساس ايه ان هو يكون سترونج ولا ويك؟ ان لازم الباسورد اللي هو السكيورتي بتاعته قويه لازم يكون متكون من حروف، من ارقام، من كاركترز، ما يكونش ارقام ورا بعض، ما يكونش رقم من الموبايل مثلا بتاعي، ما يكونش من اليوزر نيم، ما يكونش اسمي مثلا. فهنختار مثلا هقول لكم مثلا ايجيبت، مثلا ايجيبت 65 مثلا، او لا نقول لكم مثلا نكتب ايه مثلا، مثلا حسام. مثلا 737، حسام 737. نجرب كده اهو، بيحصل verification قبله. طلب منك ان انت تكتب الكود ده. ايش معنى؟ ناس كتير كانت بتسألني يقول لي ايه لازمة الكود اللي بيظهر ده، ايه الفايدة منه؟ هقول لك هو ليه فايدتين. فايدة أولا إن هو أنت المفروض إن أنت لما بتيجي بتعمل ريجستريشن على الويب سايت بتاع ياهو مثلا، ده أنت بتستخدم الداتابيز بتاعتهم بحمل على ولود على السيرفرات بتاعتهم، فأنت الموضوع ده بيخلي بيدي شوية وقت ديلي، على أساس إن أنت لو في كذا حد بيكون في نفس الثانية. يعني إحنا ما بنكونش واحد مثلا أحمد من مصر، لا خالص، ده بتبقى ألوفات في نفس الثانية عايزة تخش وتعمل أكاونت على ياهو، فده ضغط عليهم. بالظبط زي مثلا لما تيجي تتصل بالكول سنتر بتاع فودافون وبني الاتصالات، مسؤول الاتصالات بيسمعك كلام في الاول مرحبا بك ومش عارف عروض وخدمات ومش عارف ايه، كل ده ليه؟ بيخليك فتره شويه علشان ان انت لغايه لما يوفر لك حد يرد عليك. فكده كده مثلا 5 دقائق او 10 دقائق في الاول، بحيث ان يكون حد فضي او حد خلاص هو مستعد ان يستقبل مكالمتك. تاني حاجه ان هو يتاكد ان اللي قدامه ده بني ادم شخص. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ان مثلا في برامج بتتشيك او بتشوف ايه اللي موجود في الشاشة على طول وبتون وبتشتغل، فده ممكن يكون هاك مثلا، حد عايز يعمل هاك على ويب سايت معين. فبرنامج بتون على طول، كأنك بتسطب برنامج مثلا وبتون، فبيجي يفضل يقول مثلا فيريفيكيشن، انا معرفه ان هو اللي هيظهر بعد كده اول حاجة كده، وتاني حاجة هيظهر حاجة تاني، فهيكتب الارقام. فأي برنامج او اي حد هيكون عامله قبل كده هيجي تشيك يقول لك كي ان او مش عارف كل الحروف دي، لكن البني ادم بس هو اللي هيميز ان الحروف دي هي اللي قصدها، اللي هي الدبليو والبي والاتش والسي والام، لكن كل الحروف التانية دي بس عشان تشويش ان ما حدش يعرف يكتب الحاجات دي برنامج او ماشين، لازم يكون بني ادم اللي بيكتبها. فهنكتب الكود دبليو بي اتش
3 ام ندوس سبميت كود بيعمل فيريفيكيشن بيتاكد يعني الكود اللي احنا كتبناه غلط او اخدنا وقت طويل ان احنا نكتبه. فتعال نكتب الكود التاني ده سي ونخلي بالنا من الحروف الكابيتال والحروف السمول. الحروف اللي مكتوبه كابيتال نكتبها كابيتال، الحروف السمول نكتبها سمول. سي دبليو سي 4 5 اف كابيتال في في كابيتال وندوس سبميت. ممكن يبقى احنا ممكن كمان نسمع نعمل اوديو كود نسمع احنا وايه الحروف دي بينطقها لك بقى سي دبليو حد بينطقها على طول بس غالبا ان شاء الله هيخش. خلاص تمام قال لك كونجراتوليشن خلاص بتدوس كليك. لا مش مشكله خليه 10 ثواني خلاص بقى واحد. خلاص انا كده عملت الايميل، عملت ايميل جديد على الياهو. ممكن استخدمه في اي حاجه. بيقول لك السيم اختار سيم مثلا تبقى الخلفيه بتاعت الميل بتاعك، نختار مثلا خلفيه سيمبل دي دوس كيب سيم. خلاص سايف كده السيم وكده بقى عندي ايميل على الياهو ممكن استخدمه ان انا اعمل ريجستريشن على لينكد ان، ان انا اعمل اكونت على لينكد ان. تمام. هو انا حاليا اصلا مش فاكر الباسورد اللي انا عملته، بس هو انا ما يهمنيش اي حاجه غير ان انا كنت بعرفكم ازاي مثلا حد يعمل ايميل على الياهو وهكذا، الهوت ميل وهكذا، روكيت ميل وهكذا، كل الايميلات الثانيه نفس الفكره، اني بس جاست ان حد الشخص ده يكون بيقرا ايه اللي مكتوب قدامه وبيعمل نفذه. هنخش بقى على لينكد ان، هنكتب الفيرست نيم واللاست نيم والايميل ادريس والباسورد. على سبيل المثال انا كنت بتست كده حاجه امبارح، فكنت بكتب كتبت حاجه معينه امبارح، ف تعالوا نكتب الباسورد الايميل مثلا. هو مش مشكله الباسورد هنا دلوقتي اي اس سمول اي اس ام اي اي ال طبعا من فوق اللي مكتوب احمد اللي مثلا ايه كابيتال لاست نيم اسماعيل مثلا. الباسورد مثلا يقول لك 6 او اقل، لو كتبت اقل من 6 مش هيقدر يعمل لك اكونت عليه. فهنكتب مثلا الباسورد ايه مثلا ام كي ال او ان جي مثلا. تمام وهدوس جوين ناو. اه قال لي هنا حصل ميستيك ليه؟ عشان انا كتبت الاكونت بس، لازم اكتب ات ياهو دوت كوم ات ياهو دوت كوم. غلطه كتير ساعات الناس بتكتبها ويفتكروا ان في مشكله في الاكونت. لا خالص، هو شفت انت اول لما عملت انك جوين ناو عايز تعمل اكونت دلوقتي فطلع لك المشكله فين بالظبط. يعني لو كان هنا المشكله في الباسورد مثلا اقل من 6 حروف كانت هتبقى العلامه حمراء هنا، لكن هنا المشكله ان انا ما كملتش. المفروض بكتب اليوزر نيم ات ياهو دوت كوم ات روكيت ميل دوت كوم ات هوت ميل دوت كوم اي بقى ايا كان بقى السيرفيس بروفايدر واعمل جوين نيم. وكده احنا خلاص عملنا تقريبا الاكونت بتاعنا على لينكد ان. هختار الكونتري البلد ايجيبت، هو تشيك ان عارف ان انا في مصر من الاي بيهات اللي طالعه اللي طالع بيها اصلا. البوستال كود ده رمز البريدي ممكن تجيبه من اي مكان، وحاجه اصلا مش مهمه يعني، شايف الحاجات المهمه اللي لازم تكتبها موجود جنبها استكس او ستار، دي لو ما عملتهاش مش هيقدر يعمل البروفايل لكن لازم تملاها. لكن دي مثلا مش جنبها استكس، دي مثلا اي ام كارنتلي، انا دلوقتي ايه موظف ولا ببحث عن شغل ولا طالب. بصوا كل حاجه هنضغط عليها نختارها هتتغير الحاجات دي. يعني مثلا انا موظف
انا الجوب تايتل بتاعي ايه مثلا؟ نتورك انجينير. الشركه مثلا اي تي اس سي، او مثلا انا موظف وشغال، شغال حاجات انا اللي شغالها لوحدي يعني، مش مرتبط بشركه معينه. لو دوست كليك على مثلا على جوب سيكر، اللي هو مثلا خلينا احنا كلنا هنعمل كده، فالمفروض ان انت كجوب سيكر المفروض ان انت تكتب مثلا اخر جوب تايتل كنت ايه. انا مثلا كنت محاسب كذا في من اخر حاجه مثلا كنت فيها، انا كنت مثلا مهندس كذا في كذا. اكتب الشركه بقى، يعني انا كنت مثلا اخر حاجه كنت مثلا مهندس في مثلا بنك كيو ان بي مثلا. ايه الاندستري، ايه المجال اللي انا شغال فيه، واسترس اهي ستار، يعني لازم نملى الفيلد ده. فبنختار مثلا دي الحاجات المعظم اللي هي موجوده، مثلا افييشن مثلا طيران، لو حد مثلا مهندس طيران. الانجينيرنج مثلا مهندسين مدني سيفل انجينيرنج مثلا. بتختار بقى على حسب انت تخصصك او الفيلد اللي نفسك تشتغل فيه، او اللي هو انت دراستك كانت فيه، او الكورسات اللي انت واخدها كانت فيه، بحيث ان هي بتظهر للناس ان انت كذا، ده في مجال كذا، يعني بيظهر كده اسمك، وبيظهر تحتيه الجوب تايتل او الحاجات اللي انت شغال فيها والشركه، وبيظهر ايه الاندستري. اللي هو انا مثلا لو انا مهتم مثلا ان انا مثلا عايز حد محاسب، فهتم بالاندستري بتاع التجاره، وهكذا. تايم بيريود بقى كنت شغال فيها من سنه، من شهر كام لشهر كام، تمام. او ستودنت، لو دوست ستودنت هتختلف الاختيارات طبعا. المدرسه، الجامعه، من سنه كام لسنه كام، واعمل كريت ماي بروفايل. خلينا مثلا نعملها كاننا جوب سيكر باحثين عن شغل، انا داخل لينكد ان عشان ادور على شغل، فهكتب مثلا الموست ريسنت جوب مثلا، نكتب مثلا كوميونيكيشن انجينير. يا ريت نكتب الحاجه تكون بروفيشنال، يعني ما نكتبش اختصارات. يعني انا كنت هقع في المشكله دلوقتي ان انا هكتب اختصارات، لا خليني ان انا مثلا كوميونيكيشن انجينير واكتبها كامله. الكومباني مثلا زي ما قلت لكم مثلا على سبيل المثال كيو ان بي. وهنا بصوا هو بيختار في كل تقريبا الشركات على مستوى العالم عامله اكونتات على لينكد ان، بتنزل وظائف وبتدفع فيها فلوس على لينكد ان عشان عايزه ناس. فهتلاقي مثلا معظم الشركات عامله البروفايل، فانت هتختار مثلا كيو ان بي اي سي تي ان تيليكوم بروفيشنال، ولا كيو ان بي ده، ولا كيو ان بي ده مثلا. سيرش على كيو ان بي بنك كده، ممكن ما يكونش مكتوب السبيلنج كده، فمثلا نختار مثلا كيو ام بي اي سي تي ان تيليكوم بروفيشنال مثلا. التايم بيريد مثلا اشتغلت فيه من 2012 مثلا ل 2013، يعني انا كده لينكد ان استفاد ان انا كده خبره سنه في بنك كيو ان بي، كنت مهندس اتصالات. واعمل كرييت ماي بروفايل، اعمل بقى البروفايل بتاعك. هنا بيقول لك ايه، عايز تبدا بقى ان انت الفكره ان انت بتضيف كونكشن، بتضيف ناس للاكونت بتاعك. فانت عايز هيتشيك بقى الميل بتاعك، مثلا انت عامل ميل مثلا على الياهو بقالك مثلا 6 سنين 7 سنين، فكل الناس اللي انت بعت لهم او بعتوا لك او اصحابك او الناس اللي انت ضايفهم هيروح يعمل لهم انفايت، يقول لهم تعالوا ده انا عملت اكونت على لينكد ان، تعالوا ضيفوني. لكن اللي زي حالتنا مثلا احنا لسه عامل الميل ده، فدي الخطوه دي مش هتفيده قوي عشان ما فيش اكونتس اصلا على الميل ده خالص، لسه عامله جديد. فهدوس كونتينيو ماشي. فهنا المفروض بيقول لك ان هو ان انت موافق ان الياهو ولينكد ان يحصل كونكشن بينهم وبين بعض، ان انت موافق ان انت هتشير حاجات من البوس. بيقول لك ان انت شيرنج ذا فولوينج، الميل بتاعك هتضيف والكونتاكتس بتاعتك هيتضاف على لينكد ان، انت موافق؟ قول موافق. تمام. ليه الحاجات دي بيقول لك؟ يعني عشان مثلا الطبيعي ان بره يعني وكده، ان انت دلوقتي مثلا دوست على حاجه ودوست اوكي، لو ما جابلكش الاجريمنت، الاجريمنت الاتفاقيه، احنا متفقين ان انا هشوف الاكونتات بتاعتك، فانت لو ما جاي مش جايب لك البيج دي، انت ممكن ترفع قضيه ان لينكد ان شاف الكونتاكتس بتاعتي على الياهو وانا ما كنتش موافق ان هو يشوفها. فهو الناس بروفيشنال فبيكتبوا، زي مثلا لما تيجي تنزل برنامج بتنزل مثلا 60 70 صفحه الاجريمنت، انت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا وانت هتعمل كذا. فالفكره ان انت لازم بتقراها، هي حاجة بالنسبة لنا احنا مفيش مشكلة، انا موافق اني يشوف الاكونتس بتاعتي مفيش اي مشكلة، تمام. هو هنا بيقول لي اني مش قادر يشوف اسماء على الميل بتاعي، هو فعلا مفيش اسماء على الميل بتاعي، فهقول له كونتينيو. هيقول لي برضه مفيش اسماء، فانا هقول له سكيب ذيس ستيب،
يعني بلاش بلاش الخطوة دي، انا هبقى اضيف اسماء من عندي. بيقول لك ان انت لو وقفت الستيب دي انت هتضيف اسهل طريقة ان انت ممكن تضيف ناس، يعني انت هتضيف حد بعت له، حد بعت لك، وهكذا. فدي حاجة كويسة، بس انا دلوقتي لسه عامله جديد وما فيش عليه اصلا كونتاكتس ولا فيه ناس، فانا هقول له سكيب. ده بيقول لك ان انت لو عايز تعمل ابلكيشن، تحمل ابلكيشن زي الفيسبوك ابلكيشن، زي تويتر ابلكيشن، بينزل على الموبايل بحيث يبقى معاك على طول، يقول لك ان في حد مثلا بعت لك مسج، حد مش عارف ايه كده. فانت بتكتب رقم الفون بتاعك وبتكتب البلد وتقول له ان هات الابلكيشن ده، فبيبعت لك اللينك بتاع التحميل على الموبايل بتاعك وانت بتعمل له داونلود. خلينا برضه نسكيب الخطوه دي، خلينا نخش على لينكد ان من البي سي او اللابتوب بتاعنا. اداني اختيارين دلوقتي، بيقول لي هتختار الاكونت بتاعك بريميوم ولا بيزك. ايه البريميوم وايه البيزك؟ البريميوم ده شايفين الحاجات دي، البريميوم والبيزك، مثلا هتعمل اكونت في البريميوم والبيزك ماشي صح، ان انت هتزود ممكن تشترك في جروب وتعمل اندستري ده صح وده صح، ان انت تابلاي لجوبس وتدور على جوبس ده فيه وده فيه. بالنسبه خلينا بقى للخطوه دي، ان انت تشوف مين شاف البروفايل بتاعك، مين اللي شاف البروفايل بتاعك دي صح؟ تقدر تشوف مين شاف البروفايل بتاعك ده ليميتد، بيدي لك مثلا لو 30 واحد مثلا شاف البروفايل بتاعك النهارده هيدي لك خمسه بس منهم. هقول لكم ان شاء الله، هو احنا هنكمل الحلقات يعني هنقف من حيث توقفنا. خلينا بس زي ما اتفقنا ان كل يوم هيبقى نص ساعه، خلينا نحترم الوقت او نلتزم بالوقت. ان شاء الله في خلال ال 30 يوم او اقل من كده ان شاء الله هنكون خلصنا واحتوينا كل حاجه. هنكمل ان شاء الله يعني ايه ده ويعني ايه ده وليه ده وليه ده ونختار انهي فيهم ليه ان شاء الله بكره. كده كده الناس اللي ما قدرتش تشوف الحلقه دي او في مش هيناسبها حلقات، كده كده هي بتكون مرفوعه للشانل بتاعتنا. انا هنزل ان شاء الله البرزنتيشن بتاعتنا والباوربوينت اللي وريته لحضراتكم على الايفنت، وحضرتك ممكن تشوفوه. وهنكمل ان شاء الله خطوه خطوه ايه اللي بيحصل وايه الفرق بينهم، من اول لما احنا هنعمل اكونت عادي لغايه لما خلاص بعد كده انت حد يقول لك هات السي في تقول له لا، تشيك لينكد ان بروفايل وتبعت له اللينك بتاعك. شكرا لكم، يا رب اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله هنكمل ويا رب كل حد اتعلم ولو معلومه صغيره او عرف ان ايه يعني ايه لينكد ان بس، ويقول للناس تانية ويفيد الناس بحيث ان الموضوع ما يقفش عندك. فيا ريت، ونكون شاكرين ليك. انا كاحمد اسماعيل من انوار رساله، اتشرفت ان حضراتكم كنتوا بتسمعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.